توصل الباحثون بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الإسفنج البحري هو أول أشكال الحياة الحيوانية التي وجدت على الأرض، وذلك قبل 580 مليون عام عن طريق تحليل بعض الحفريات الجزيئية الموجودة في صخور قديمة لا تزال حية حتى الآن. وأظهر التحليل جزيئا نادرا يدعى كوليسترول الأيزوبروبيل 24 الذي كان موجودا في صخور عمرها 640 مليون عاما، وهذا الجزيء ينتجه الإسفنج البحري الحالي. ومن المعروف أن الإسفنجيات هي حيوانات بحرية لها شعبة مستقلة في عالم الحيوانات. في هذا الفيديو سوف نتعرف على حيوان إسفنجي يعد من أقدم الحيوانات على الأرض، والذي ما يزال على قيد الحياة إلى الآن ويبلغ عمره أكثر من 2300 عام. في رحلة استكشافية على سواحل جزر هاواي، تمكن فريقا من الخبراء من اكتشاف حيوان يمكن أن يعتبر أقدم حيوان على الأرض، والذي تجاوز عمره 2300 عام. وقد توصلوا لهذا العمر التقديري بعد قيامهم بعدة أبحاث على هذا الحيوان. هذا الحيوان هو من الإسفنجيات البحرية الضخمة، تم إيجاده على عمق 2100 متر تحت سطح البحر، وعن طريق استخدام الكاميرات والليزر تبين أن طوله 3.5 أمتار، وارتفاعه متران، وعرضه 1.5 متر، فحجمه يفوق حجم السيارة العادية. والمنطقة التي تم إيجاده فيها هي محمية بحرية وموطن لأكثر من 7000 نوع من الكائنات البحرية. وبالنسبة لظاهرة عمره الطويل، فقد قال فريق الخبراء بأن السبب الرئيسي لوصول مثل هذا الحيوان لهذا العمر هو نموه البطيء، حيث يحتاج فترة زمنية طويلة حتى يصل لأقصى مراحل النمو. وقد استغل الباحثون في الإدارة الوطنية للمحيطات هذا الاكتشاف للمطالبة بحماية أكبر للمناطق البحرية المحمية بجزر هاواي، والتي كما ذكرنا تعتبر موطنا لآلاف الكائنات البحرية. لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا أعجبك الموضوع الرجاء الضغط على زر الإعجاب والمشاركة بآرائك.